بمنطقة الملح شمال بلدية وادي الجمعة المعروفة بالإنتاج الفلاحي وبالأخص إنتاج الحبوب، صادفنا الفلاحين عدة وعبد القادر يتفقدان إنتاج هذا الموسم، غير أنه ليس كباقي المواسم. قولوا حتى الحق مارس أعطاهم الماء، وصلوا لهذا الوقت هكا كيما هكا، لو كان ما أعطاهمش الماء ما يوصلش، لو ما أعطاهمش الماء كون كلاه الزويل وصاي. ها الماء يعاون شوية الحالة. ها مشكل في الماء برك، هذه هي مشكل في الماء. ها النو كي تكون النو كاينة يجي خير من الماء، كي تكون المطر كاين يجي خير من الماء تاع الآخر، بصح كي ما يكونش الماء راه يعاون. السنة ما كانش حي حابسة والو. والو والله سوى كلاه الزويل لا غالب ما كانش. تضرر مساحات كبيرة من الحبوب بسبب شح الأمطار التي شهدت تأخرا هذه السنة، ما جعل بعض الفلاحين يلجؤون لتحويلها إلى كلاء تفاديا لخسائر كبيرة. مولا قطار كاين اللي زقا قطار كاين اللي زوج قطارات كاين اللي هذا ما مكان، والآخر كاع ما كاش والو. والو الآخر كاع كيما زرعوا كيما قعد، كاين اللي ماناش كاع عينا لك من بلاصته. كاين اللي ماناش. السنة ما كان والو كاع. السنة دوا راهي كوما هذو كوما زقاوش ولا هذا خرطة لو كان ما زقاوش ما يلحقش الملحق هذا. راه فيها مصاريف راه فيها الاخر. راك عارف. المنطقة هنا بعيدة علينا 2 كيلومتر واصل. مصاريف تاع الفلاحة راهم يتقولوا باللي وصلوه من مازال. أنا حنا نطلبوا إن شاء الله مصاريف تاع الفلاحة والولاية إن شاء الله يدعموا هذه المنطقة منا. اللي ساقينها شوية. لا المسقية توصل واصلة الحمد لله واصلة. هي يحصدموا لها السنة المسقية. لما هيش مسقية راكتو جفاف. يأمل الفلاحون بتوسيع المساحات المسقية للخروج بأقل الأضرار في ظل تراجع تساقط الأمطار، غير أن تبعات هذا الموسم ستؤثر على إنتاج الأعلاف ووفرتها.